عزيزتي أعزائي، عيد مبارك سعيد، ولكن ولكم مني كل دعوات الخير. اللهم يا رب يحقق لكم كل الأمنيات ديالكم، ويسخر لكم في وليداتكم، ويرزقكم الصحة والعافية وذرية صالحة. من جديد كنجدو اللقاء بكم وبكنا في فيديو واحد آخر جديد، كما عودناكم من شحال هذه فيديو في كل نهار. في هذا رمضان كان استثناء، جوج أشرطة في نفس اليوم، بعد ما قدمنا لكم ديك السلسلة ديال القصص الرمضانية باللغة العربية. اليوم غادي نهضروا على الجثة اللي لقاو في لابلاج ديال المريسة بمركز جماعة مولاي عبد الله ناحية إقليم الجديدة. وهاد الجثة الإشارة هي وحدة أخرى، جثة جديدة سبق لهم لقاو في هاد رمضان جثة وحدين أخرين في الناظور وهذيك ديال قلعة سرغنا، كلهم وغيرهم لقاوهم في هذا الشهر الكريم، والبحث مازال مستمر. يعرفوا الظروف والأسباب والحيتيات ديال الوفاة الضحايا اللي لقاوهم لا في الناظور ولا في قلعة سرغنا ولا في مناطق واحدة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم عندنا في هذا الفيديو هو جثة ديال جماعة مولاي عبد الله في الجديدة. دابا دازت يومين والبحث مازال مستمر باش يوصلوا للجدر ميال شكون وشنو وقع للضحية، يعني وشكون قتلو وفين وامتى وعلاش، وجميع الحيتيات والظروف والاسباب، يعني باش يفكوا اللغز ديال هاد الجريمة الغامضة. والبحث يعني بشرته لابي جي الجدر ميال ديال المنطقة ديال سيدي بوزيد. والمعلومات اللي كاينه دابا كتقول باللي شي ناس هما اللي لقاو الجثه في صباح السبت اللي داز 30 أبريل 2022، تزامنا مع اليوم 28 من شهر رمضان الكريم. ضحيه في الاربعينات من عمره بجهل الهويه، لقاو الجثه ديالو تما في الشاطئ ديال المريسه بمركز مولاي عبد الله. اللي لقاوه او اللي لقاو بالاحرى الجثه عيطوا للسلطه والجدرميه، وقع واحد الاستنفار، جاو وداروا معاينة وتم إنجاز محضر معاينة، وتم فيه الاستماع للشهادة للناس اللي لقاوه، وتهجت الجثة لامورغ ديال المستشفى الإقليمي بجديدة باش تشرح بناء على أمر الوكيل العام بالتشريح ديال الجثة بالبحث في الظروف والحيتيات ديال الجريمة، وقبل داكشي كلشي ويعرفوا شكون هو الضحية. واكيد الا عرفوا شكون هو الضحيه غادي يعرفوا شكون اللي قتلو. اول حاجه غادي يمشيو في لابيس مع من كان من قبل، وفين كان يمشي، وشكون هما اللي كان عنده معاه من العداوه. واكيد غادي يوصلوا للحيتيات والظروف والاسباب ديال القتل، وحتى الشخص اللي قتلو. المهم العثور على الجثه خلف السنفار لدى المصالح الامنيه، وما جاوش غير لابي جي ديال الجدرميه، حتى العناصر ديال الفرقه العلميه والتقنيه التابعه الدرك جاو لعين المكان وداروا خدمتهم، داروا تمشيط الفيل لقاو الجثة باش يقلبوا على أي دليل أو قرينة يمكن توصلهم لطبيعة الجريمة وهوية الضحية، وشكون يقدر يكون قتلو. قدر يلقاو شي بصمة، قدر يلقاو شي حاجة، شي دليل علمي اللي يوصل للقاتل. وأكيد شحال ما طال البحث غادي يوصلوا شكون قتلو ورماه تماك، أو واش تقتل تماك أو تقتل في شي واحدة أخرى. المهم الجثة لقاوها مرمية في الشاطئ، وباين السيد مقتول. السيد كما أوردت ذلك مواقع إلكترونية وصحف، كان باين مذبوح بأداة حادة من عنقه، لأنه عنده واحد الجرح كبير في العنق ديالو، لكن واش تذبح تماك أو في شي بلاصة واحدة أخرى. ويقدر يكون تماك وقع له الحادث وتقتل تماك، يقدر يكون تقتل في شي واحدة أخرى وتهز وجابوه لتماك باش يوهمو ويدلوا العدالة ويهموا بلي البحر يقدر يكون لحو ده البحر زعما، ولحو تما والجرح على شوية الغباء. الجرح باين كما عين ذلك الضابطة القضائية، والبحث ماشي في اتجاه يقلب على شي بيست اللي يمكن توصل لشكون قتلو وفك لغز هاد الجريمة البشعة والغامضة. ايضا البحث المهم تواصل، والعثور على الجثة استنفر كل المصالح كما قلت. الفرقة الترابية للجدرمية ديال سيدي بوزيد هي اللي جات وعينت الجثة ودارت المتعيان وفتحت بحث، كما البحث العلمي اللي بشرته الفرقة العلمية ديال القيادة الجهوية ديال الطارق. البحث كما قلت متواصل في انتظار ما تبان النتائج ديال التشريح الطبي للجثة اللي راها دابا في مستودع حفظ الأموات المستشفى الإقليمي
في مدينة جديدة في انتظار ما تدفن، وذلك بعد التعرف أولا على الهوية ديال الضحية ويعرفوا عائلته واستدعيوها واستمعوا له، استمعوا كشهود باش ربما يعرفوا واش كان عنده شي عداوة مع شي شخص، مع من مشى، فوقاش آخر مرة خرج، فش من اتجاه مشى، وبالتالي في ديك من هاد البيست أو من غيرها غادي يوصلوا للطبيعة ديال الجريمة والقتيل أو القتلة إلا كانوا. المهم هاد الجريمة للأسف وقعت قبل يومين من عيد الفطر، العيد الصغير، والله أعلم شكون يكون هاد الضحية وشكون قتلو علاش، لكن التحاليل ديال الأدان غادي تبين شكون هو، وأكيد شحال ما طال الزمان غادي يبان كل شيء وتكتشف أو تكشف الحقيقة ديال الجريمة. هذه هي المعلومات المتداولة واللي كاينة لحد الآن، ما غاديش نزيدو من ريوسنا، ما غاديش نكذبو عليكم، ما غاديش نقدمو لكم شي معلومات ما كايناش، حيت عودناكم على اننا ما كنقدمو الا الحاجه اللي صحيحه، وتا الا كان شي حاجه فيها غموض او ربما يقدر يكون ما اسانا التقدير ديالها ممكن التوضيح بمعلومات او اعطاء معلومات في التعليقات ديالكم، المجال مفتوح والعيب اننا الى ما نشرناش. مرحبا باي توضيح، كذلك إذا كان شي معلومات بخصوص هذه الجريمة مرحبا ديروها في التعليقات ديالكم أسفل الفيديو. وكما قلت الجريمة والبحث في الجريمة مازال مستمر، والحقيقة غادي تبان، وملي غادي تبان هذه الحقيقة غادي نرجعو نركبو لكم فيديو واحد آخر إن شاء الله. وقبلوا علينا وعواشركم مبروكة إن شاء الله، والله يوفقكم ويوفق الجميع لما فيه الخير، والله يجعل هذه المناسبة الدينية وغيرها من المناسبات أيامكم كلها فرح وسعادة وهناء. وكما كنقول دائما الله يبعد عليكم المدرجات، يبعد عليكم كحل الراس، بانوا أذى اللي ما كيجي منه غير الأذى، ونتمنى باش تكونوا دوما أوفياء القناة باش تكونوا كثيرين في التفاعل، وكذلك عهدناكم على ذلك وأنتم مشكورون، سواء نساء او رجال من مختلف الاعمار مختلف الدول من المغرب. الحمد لله عندنا متتبعين ماشي غير من المغرب، عندنا من المغرب العربي، عندنا من دول بعيده من كندا من والحمد لله، عندنا في امريكان يعني في فرنسا اسبانيا، عندنا مجموعه من متتبعين، وانتم مشكورون جميعا على ذلك، والى فرصه لاحقه دمتم اوفياء القناه ودامت لكم الافراح.